صبحكم الله بالخير، الله يصبحكم بالنور والكرامة، عساكم بخير طيبين إن شاء الله بإذن الله. حاليا تجهيل مطار الطاج، وبإذن الله عندنا طيارة إن شاء الله الأردن الكويت. سامحونا على أي غلط طلع منا وصدق حق أي واحد منكم أو تعديت حدودي مع أي شخص، نطلب من الله ثم منكم السموح، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إن شاء الله، ونشوفكم على خير بإذن الله في الكويت بإذن واحد أحد. هذا مطار قرطاج، ورايحين بإذن الله حاليا سيوزننا وطيارتنا ونشوف أمورنا. عساكم على القوة، والله يعطيكم العافية، وراح نبلغكم بكل ما هو جديد معانا. نشوفكم على خير ومع السلامة.